دعاء من أصابه وسوسة في الإيمان وأقفك إيمانك سوسوس وكذا عاي أصحاب تقار كذب النبي جوحة ويدي المد كي الشيطان كونوا يمادا وناشا كيا قال كله من خلق هذا وحيا أبو ري إلهي كان كلا يا أبو ري إلهي كان كلا يا أبو ري إلهي وإلهينا يا أبو ري بورنا يا مركا النبي جوحة لها مركو مد كين عين كاسو كلا يماد ويرادو ساسو على كل رادو ته إلهي هكذا مجن قراه هتشوك سدوا إريادم بمركا آخرة وسواس با كاجر دعي شكبو إلهي حقي سكاجر ريدية marka waa waxyaabaad kaga gaashaan lahayd ku aamusin lahayd shaytaan ila haddii si hor kacdo khalas jirku ka tuuraya yasta'idu billah ilahay bu horta ka magan galaya a'udhu billahi minash shaytanir rajim isti'aadadu waata yantahi wuxuu ka joogsanaya ama waswasa fihi waxaanu shaytaanku kugu waswaasiyeena hasi wadina jooji oo iska soo xid talaabada saddexaadna yaqulu aamantu billahi wa rasuli ilahay rasuulshiisa waan rumeyay إلهي يا أبو ريك فكر ما ينوي يا وحن لا يا إلهي عابر تنم السيرة سجى خالق وأن مخلوق هاي نوحي كسر وأن مخلوق آمنت بالله ورسوله بعد وجه وابس الشيطان يقرأ قوله تعالى مركز آية آخرة وكم مناسبة مركز ماش هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم عدي بكم كبرين إلهي عدينا ما أبو ريك